معنا عبر سكايب الدكتور أسامة رشدي نائب رئيس. ازيك دكتور أسامة؟ اهلا، تحياتي لحضرتك استاذ احمد. اخبار حضرتك ايه؟ سميح، وتحياتي للاستاذ احمد معاك في الاستوديو. استاذ احمد عطوان. طبعا استاذ احمد عطوان، وكل عام وحضراتكم بخير. يا مرحبا بك يا دكتور، اهلا وسهلا. دكتور انتوا يعني اللي انا فاهمه انه هذا التسريب اللي جاء عن طريق الاستاذ بلال فضل، يعني في حاجه جديده بتحصل في السياسه في مصر. واضح ان في مسلك اخر غير مسلك الانتخابات والديمقراطيه. طبعا احنا بيتبادر للاسماع منذ فتره ان هناك محاولات للالتفاف على ما يسمى بالانتخابات الرئاسيه اللي يفترض ان هي استحقاق دستوري قادم خلال الاشهر القليله القادمه بعمليه التفويض. ولكن طبعا ما كشف عنه من يعني نشر لهذه الوثيقة الجديدة الكارثية في الحقيقة، لأنها تعصف بكل ما تبقى من شكل للدولة المصرية بالكامل، يعني بشكل يعني زي ما انت شايف. طبعا زي ما حضراتكم اشرتوا ان الحوار بتاع ضياء رشوات ده لا مؤاخذة بيلعب يعني في الطراوة، ملوش اي صلة بالواقع، واني حوارات اخرى و تجريها أجهزة سيادية. يعني العميد اللي هو بيشبه الأدمن بتاع هذا الجروب هو يمثل جهة سيادية، وهم دول اللي موزعهم السيسي الآن، اللي هم الضباط اللي هم الطبقة الوسطى من الضباط، عميد وانت نازل للحزب بتاعه، هم دول السياسيين بتوعه اللي هو بيرتبوا له الأوضاع. للأسف، وزي ما انتم حضراتكم استعرضتم، هو بيقول لك لا خلاص بقى احنا كان عندنا طموحات لكن ما فشلنا، لكن احنا بقى الان هنعمل التجربه الصينيه. ايه التجربه الصينيه؟ الحزب الصيني، الحزب الشيوعي الصيني اللي هو الحزب المهيمن على. طب هنعمله ازاي؟ احنا بقى هندمر كل ما تبقى من سلطات للدوله المصريه من خلال الاجهزه اللي هي كانت موجوده، وهناخدها يعني في يد مجموعة معينة للأولاد بقى، دول هم اللي هيديروا الدولة من خلال ما يسمى بالمجلس الأعلى لتخطيط الدولة. مجلس الشيوعي الأعلى. مجلس السوفيتي الأعلى. طيب دكتور أسامة، هنا يعني خلي أسألك سؤال، بما أنك أنت رجعت للتجربة الصينية وأنت نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية، الشكل التنظيمي للتجربة الصينية قايم على اللجنة المركزية. اللجنة المركزية للحزب بيطلع منها قائد الجيش، بيطلع منها رئيس الوزراء، بيطلع منها رئيس الجمهورية. يعني فده معناه ان احنا داخلين على شكل جديد للجمهورية الجديدة، فيها لجنة مركزية هي اللي بتختار كل حاجة. داخلين على شكل جديد، وبيقول لك ان هذه اللجنة اللي هم بيتكلموا عنها هتكون كسلطة سياسية رابعة مستقلة تعلو السلطة التنفيذية. انا مش فاهم، انا يعني تعالوا السلطة التنفيذية. طب السيسي هو عامل، هو مسيطر على كل سلطات الدولة، هو عايز سلطات ايه تاني؟ يعني ايه اللي ناقصه في السلطات ما خدوش؟ هو عمل استولى على سلطة القضاء، واستولى على البرلمان، وعملوا مجرد بصمجية بتختارهم الأجهزة الأمنية، ودمر استقلال الهيئات المستقلة اللي هي المفروض بتراقب أداء الحكومة والسلطة التنفيذية، زي الجهاز المركزي للمحاسبات، وزي الـ 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 الجهاز الرقابة الإدارية، وغيره من الأجهزة التي سيطروا بالفعل عليها. أنا مش فاهم، هو الفكرة هي سياسة الهروب للأمام. احنا فشلنا بس لسه عندنا أمل ان احنا نصلح الفشل، ادونا فترة تاني وهنشوف. طب انت ما انت فشلت، ما انت أخذت سلطات لم يحصل عليها أي حاكم من قبل في تاريخ مصر. اليوم اللجنة اللي بتتعمل دي بتذكرني بالتنظيم الطليعي، بما أنكم تحتفلون ولا يعني تذكرون مرور 71 سنة على انقلاب يوليو 52. خلوا بالكم كان عندنا حاجة أيضا اسمها الاتحاد الاشتراكي، وكان في برضه اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي اللي عايز يرجعونا ليها تاني،
وكان في تنظيمات سريه داخل الاتحاد الاشتراكي كان اسمه التنظيم الطليعي. نعم. اللي هو زي الجروب اللي شغاله الان اللي بيحاول بشكل خفي بعيد عن مؤسسات الدوله. نعم. ان يفرض سياسات معينه وانظمه اداريه. نعم. مخالفه لكل شيء موجود في البلد. نعم. دكتور اسامه، يعني الان واضح جيدا من خلال ما عرضه الكاتب بلال فضل في هذا التسريب حقيقه، وبرضه عايز اقف عند يعني سؤال مهم برايك، لماذا لم يرد اي بوق اعلامي او ذراع للسلطه حول هذا التسريب ووثيقه صوت مصر؟ ده سؤال الاول، يعني برايك لماذا 48 ساعه النهارده واليوم الثالث لم يرد احد وينفي او يؤكد حول هذا الخبر، وده خبر خطير جدا لان هناك الان مطبخ خلفي يعد فيه سياسات خاصة بالدولة وأيضا سياسات خاصة بالمستقبل الرئاسي القادم. لأن الجروب وما نشر عنه من وثيقة كما شرحتم حضراتكم هذا ما يبحث عنه السيد الرئيس. فلك أن تتخيل من هو هذا الإعلامي الموجود في المحروسة اللي هو قادر ان يطلع يقول تلت الثلاثة كام على ما يريده السيد الرخيص الذي هو يعني قرر هذا. وبالتالي الكل الآن ينتظر ماذا سيقولون لهم حتى يتكلموا، يعني يتكلموا في أي اتجاه. أنت تعرف أن ما فيش حد عند يعني في البلد الآن، لا في إعلام ولا في حرية ولا في حد عنده الجرأة ولا الكرامة أن يطلع يتكلم ولا يقول عيب ان هذا الكلام ما ينفعش. دستور ايه اللي عايزين تعبسوا بيه مره تاني؟ يعني الدستور يعني انتوا فرغتوه من كل محتواه وعملتوا قوانين مخالفه ليه. نعم. وسيطرتم على كل شيء، على الاموال والصناديق الخاصه، وبعتم البلد بالقطعه وبالجمله، وحزتم على الاموال والسلطه، وسجنتم عشرات الالاف من الناس. ماذا تريدون يعني حتى يعني تحققوا هذا النجاح؟ نحن للاسف امام فرصه او 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 او, أو فيلم جديد للمبايعه والتفويض، وعايزين يعملوا استماره زي بتاع التمرد واحكمنا عشان خاطرنا، وبعد كده هو ياتي يقول لك والله انتوا اللي جبتوني وشوفوا هم اللي طلعوا اختاروني، وهتسمع ان في ملايين وقعوا على هذه الاستماره اللي هي. طب دكتور اسامه يعني عفوا اسف المقاطعه، نعم مهم قوي، هو الان هذا الجروب من خلال التسريب اشار الى النقاط التي سوف تطرح على الشعب كنوع من انواع تبرير الفشل، يعني عن جهاز الدوله اللي خذله، وعن المؤسسات الدوليه المتامره عليه، وعن القطاع الخاص ايضا اللي تآمر ضده، والقوى الدولية التي أيضا لم تساعده. برأيك هذه حتى الأسباب لا طرحت على المصريين لها قبول شعب يعني؟ هذا طبعا يعني قمة الكذب. يعني جهاز الدولة إذا كان هو معين ناس عبارة عن بصمجية وسكرتارية ولا يستطيع أحدهم أن يراجعه في شيء. أنت بتشوف رئيس الوزراء مبلولي بيقعد يهز راسه ويسقف وبيعمل كل اللي بيطلب منه الحقيقه، وكل الوزراء يعني مفيش واحد فيهم بيفتي ولا بيقدح من راسه. القطاع الخاص هو دمر القطاع الخاص، وبقى في قطاع خاص في مصر. انت خوفت القطاع الخاص وبهدلته، استولت على اموال بعض رجال الاعمال، ناس هربت فلوسها وخافت، مفيش واحد عنده ثقه في الاستثمار في البلد المواطن، فما بالك بالاجنبي. كنت بتعتمد على الاموال الساخنه اللي هي جت حرب اوكرانيا وروسيا قلبت الموازين الماليه في العالم، فانسحبت هذه الاموال وانكشفت كما انكشفت. القوى الدوليه وقفت معاك، انت حصلت على اكثر من 100 مليار دولار من القوى من الدول الاقليميه في صوره مساعدات. بعض دول الخليج الان تسال اين هي ذهبت هذه المساعدات. طيب دكتور هو راح يبرر ويقول لك انا 400 مليار راحوا في الثوره، وطبعا كله كلام كذب وهم يعلمون انه كذب،
ويعلمون أن كثير من هذه الأموال قد تسربت إلى حسابات خاصة. وبالتالي الحقيقة كل هذه الادعاءات يعني طيب. لا قيمة لها، والجميع يعلم أنها غير صحيحة. دكتور أسامة، يعني معنا بوست أو يعني جزء من شيء ذكره الأستاذ محمد البازل الإعلامي القريب من السلطة، وتحدث في مسار قريب جدا من المسار اللي بيطرحه الأستاذ بلال فضل. تحديدا البوست بيقول أنه أنا على حكومة، معرفش الزملاء مجهزين البوست ولا لأ، أنا على حكومة مدبولي، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أصبحت عبء على الرئيس السيسي وعلى الشعب المصري. هل محمد الباز عضو في هذا الجروب؟ غير مستبعد. الجروب ده في 1009 وفقا لما هو منشور الآن في الوثيقة اللي طرحها الأستاذ بلال، في 1009. فمن غير المستبعد أن يكون منهم بعض الإعلاميين المقربين أيضا من السلطة، واللي هم بيعملوا في إطار الدوائر الأمنية المختلفة، وبالتالي هم يريدون الآن تحميل مبلولي يعني علقوا الجرس في رقبته. طبعا كلها أشياء معروفة، وهو لن يتحمل المسؤولية، لن يقول أنا من يعني أمرتهم بأن هم يحصلوا على كل هذه القروض اللي هي قسمت ظهر مصر الآن، وجعلت المديونية تساوي أكثر من 100% من الناتج المحلي لمصر، اللي جعلت الموازنة بتاعت هذا العام خدمة الدين تساوي 116% من موارد الدولة. مش يطلع يقول والله أنا اللي قلت لهم كده، لكن هو طلع زمان قال أنا نبهتهم على مشكلة ممكن هتحصل سنة 2060. شوفوا إزاي أنا بهتم بالأجيال القادمة، ما نبههمش، هو نبههم على المشكلة اللي هتحصل سنة 2060، بس ما نبههمش على الكارثة اللي احنا عايشين فيها الآن، واللي هي جعلت الجنيه المصري لا يساوي شيء، وجعلت التضخم يتوحش كما لم يصل في تاريخ مصر من قبل، وجعلت أكثر من 85% من الشعب المصري يصبح الآن تحت خط الفقر، والناس بتعاني، يعني تعاني للحصول على الطعام، مش تعاني للحصول على، وفي الوقت نفسه بيتباهى أنه بني مدينة العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والطيارات الجديدة والفنادق الجديدة، الأشياء التي لا يستفيد بها ولن يدخلها أحد من أبناء المصريين. طب دكتور أسامة، يعني دلوقتي ما يبدو من خلال هذه الحوارات التي تكشفت من هذا التسريب لوثيقة صوت مصر وهؤلاء، المطبخ الحقيقي الآن ل يعني طبخ هذه الوجبة الفاسدة الرئاسية الفاسدة. هنا سؤال مهم دكتور أسامة، لما هم هيبدأوا يعملوا وثيقة ويبدأوا يعملوا على غرار تمرد بيعة، ويعني يحاولوا ينزلوا الشوارع والميادين ويخدموا بيعة من الشعب، ثم أيضا يبدأوا يطرحوا على الشعب أسباب هذا الفشل اللي هو يعني الحاكم بأمره بعيد تماما عنها، سواء القوى الدولية والتأمر الدولي أو جهاز الدولة أو مش عارف القطاع الخاص، هل معنى هذا أنه سوف يلتفت لأول مرة للتأثير في الشعب وعلى الشعب ويكون الشعب رقم قادم في هذه الانتخابات الرئاسية، سيما في 2014 و2018 كان الشعب لا يعنيه، هو رجل قادم بي على دبابة، وبالتالي هل هذا معناه تحول الآن لاتجاه الشعب؟ هل المعركة قد يرى أنها قد تكون أيضا تصعب عليه الفترة اللي جاية؟ طبعا هو الكلام ده كله بيعكس مأزومية النظام الآن، يعني مأزومية النظام، وخاصة لا سيما أمام هذا الفشل الكبير، الفشل اللي هو في كل المجالات، الفشل اللي هو لا يستطيع أن هو ينكره أو لا يستطيع أن يتهرب منه. وبالمناسبة هم في المناقشات اللي هم بيعملنا في هذا الجروب، واللي أشار إليها الكاتب اللي حضرتك صاحب هذا التسريب، إن هم بيعترفون في ثنايا هذا النقاش بالفشل، ولكن يريدون تحميل مسؤولية هذا الفشل لمن يعني وصفتهم حضرتك، إني لم يجد من يعينه ويساعده، وجهاز الدولة خذله، إن النظام الدولي
يعني وقف ضده، كل هذا الكلام الغير صحيح الحقيقة. هو في النهاية يحاول، فهو يعكس مأزومية هذا النظام. مأزوميته في أنه هو أوصد الأبواب أمام الجميع ومع ذلك فشل. وهو مطلوب منه الآن أنه يجري انتخابات حقيقية، لكن اللي حاصل في النقاشات في الجروب هو بيطرح تعديل دستوري، والسؤال هنا هل سيكون هذا التعديل الدستوري قبل الانتخابات الرئاسية اللي هي يفترض أن تجرى بحد أقصى لغاية فبراير القادم أن تبدأ الإجراءات فيها؟ يعني طبعا أنا بحسبها باليوم، لأن السيسي أقسم اليمين يوم 1-2 يونيو، والدستور بيقول 120 يوم قبل انتهاء المدة لازم تعلن النتيجة. فأنا بقول لك يعني بحد أقصى في فبراير، طبعا هم يتكلمون عن تقديمها إلى أكتوبر القادم. وبالمناسبة مش ضد الدستور تقديمها، لأن الدستور قال 120 يوم على الأقل، لكن ما حددش يعني الأكثر ممكن الأكثر يكون قد إيه. فإحنا يفترض أننا أمام استحقاق قريب جدا. متى سيحدث هذا التعديل الدستوري؟ وهل سيكون قبل الانتخابات هذه؟ أم أن هذا سيكون برنامج وتوطئة أنه هو يعبث بالدستور مرة أخرى عشان يمدد فتراته ويخلق لنفسه سلطات ولأبنائه، لأن هو عايز هنا يعني هيئة الرقابة الإدارية دي اللي ماسكها مصطفى ابنه أن دي تكون لها سلطة أيضا من ضمن الهيئات اللي هي هيتشكل منها ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط والإدارة، اللي هو أعطاه سلطات كما قلت تعلو على كل السلطات التنفيذية والرقابية وربما حتى القضائية في الدولة، بما فيها إنشاء جهاز استخبارات اقتصادي. مش عارف أنا الاستخبارات الاقتصادي ده هيروح يفتش على أموال الناس في البيوت، ولا هيبحث عن أموال رجال الأعمال عشان يحط إيده عليها، ولا هيعمل إيه بالظبط الاستخبارات الاقتصادية بتاعتها. طب دكتور أسامة، أنا عايز أحضرك سؤال يعني إيه ميكافيلي شوية. أنتوا في اتحاد القوى الوطنية عارفين طول الوقت أنه السيسي بيشتغل بأسلوب فرق تسد. أليست هذه فرصة سانحة لاستخدام نفس الأسلوب في التفريق ما بين السلطة التنفيذية اللي أكيد هتبقى على الأقل قطاعات واسعة منها رافضة لهذا السيناريو، وما بين عبد الفتاح السيسي؟ إحنا ما عندناش سلطات في مصر يا أستاذ أحمد، هو فرغ السلطات كلها من محتواها، يعني فبالتالي أنت إذا تراهنت على أي سلطة، هو ما فيش غير المؤسسة العسكرية الآن للأسف، والمؤسسة العسكرية هو أيضاً أصبح مأزوم معاها، يعني أصبح في إشكال منها، ليه؟ لأنه هو بيخشى من الجنرالات، أنا قلت لكم إن هو أول صفقة وقع عليها بايدن للسيسي هو نظام للدفاع الصاروخي للطائرة الرئاسية، نظام يعمل بالأشعة فوق الحمراء، ثمنه 167 مليون دولار. طب بيعمل نظام للدفاع الصاروخي للطائرة بتاعته من مين؟ من المتظاهرين يعني؟ هو خايف من صواريخ أصحابه، وبالتالي هو مأزوم مع هذه المؤسسة، اللي هو بالمناسبة في 2020 أصدر قانون لا يمت للقانون بصلة لأنه غير دستوري ويصادر حقوق وحريات كل العسكريين السابقين اللي هم ارتبطوا يوما ما مروا على المؤسسة العسكرية، يمنعهم فيه من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وبالتالي هؤلاء اللي هو منحهم الكثير من المزايا والأموال يعني الحصانات وكل، إنما إياك أن تقترب من الكرسي، ممنوع عليكم أن حد يترشح. طب هؤلاء الناس لهم حقوق أيضا، هؤلاء الناس أنت بتتكلم على عشرات الآلاف من الضباط السابقين، لماذا تصادر حقوقه وحريته المدنية والسياسية باعتباره مواطن مصري؟ كان يوم من الأيام في هذه المؤسسة، لكن سابها يا أخي وخلص. يعني الناس بتطلق، اللي بيتطلق ممكن يتجوز تاني، واللي اتطلقت ممكن تتجوز تاني. يعني لماذا هذا؟ كأنه تعامله معاملة العبد الآبق من سيده، يعني أنت تبعي وأنا أحكم عليك
وما ينفعش تعمل حاجة غير لما تديك الإذن والتصريح. أعتقد أيضا أن هذا يغضب الكثير من القطاعات في المؤسسة العسكرية، وهذا يغمطهم حقهم الحقيقة كمواطنين. أنا مش ضد أن وبعد كده بيخلق سلطة هي فوق السلطة الانتخابية أو فوق الدستور. أنت اديت المجلس أعلى سلطة أن يسمح لهذا ويمنع هذا. طب على أي أساس وبأي معيار سيمنح هذا التصريح ويمنع من هذا التصريح؟ هذا الحقيقة عبث، لأنه هو عبث بكل القوانين المستقرة وكل الضمانات الدستورية اللي عملناها سواء في دستور 12 أو دستور 14، كلها موجود فيها ضمانات كثيرة الحقيقة بيحرم منها المواطن المصري الآن. دكتور أسامة رجي، بنشكرك كل الشكر، كنت معنا للتعليق على هذا التسريب لوثيقة صوت مصر. بنشكرك كثيرا دكتور أسامة رجي، نائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية، شكرا جزيلا لك. هي ما قاله الأستاذ بلال فضل، كنا بعد ما شفناه يوم الخميس قلنا أكيد الجمعة الدنيا هتنطلق، نفي ويطلع بيان رسمي من الرئاسة، يطلع بيان رسمي من مجلس الوزراء، هيطلع بيان رسمي من الأزهر الإعلامية، الشاشات هتتكلم، كله صمت. صمت غريب، صرصور الحقل يسيطر عليهم جميعا. ورغم الكلام في قمة الخطورة، كلام كاشف للسيناريو أو فاضح هم حاملوا الفترة اللي جاية بخصوص تنصيب الحاكم بأمر الولاية الثالثة. كلام في قمة الخطورة، ربما نشوف بكرة أو بعد رد أفعال، ربما لا نرى، ولكن ها أنتم علمتم ماذا يدور خلف الأبواب المغلقة.